اللي ياكل بضرسه ينفع نفسه. هذا المثل كلش احسه ينطبق علي، لان الحمد لله ما اعتمدت على احد ولا احد ساعدني، قدرت اطور نفسي وشغلي واعتمد على نفسي بالدرجه الاولى حتى احقق حلمي واوصل للي اريده. فكل انسان لازم يعتمد على نفسه ويحقق اللي يريده بدون ما يتكل على اي احد. خليت نفسي قوه وحافز انه اني اوصل واحقق احلامي، سواء من ناحيه العمل او من ناحيه الحياه اليوميه. فاي انسان عنده حلم يوصله لازم يتبع هذا المثل حتى يقدر يحققه. أنت الوحيد اللي راح تفيد نفسك، أنت الوحيد اللي راح توفر لنفسك كل شيء تريده، أنت الوحيد اللي راح تمر بصعوبات وخطوات طويلة حتى تحقق أحلامك. فكل إنسان لازم يعتمد على نفسه ويحقق أحلامه. وأني كلش اتكلت على نفسي بموضوع نجاحي بالعمل وتطويري إلى من بدايتي موظفة بشركة، بعدين قدرت أفتح مكتب هندسي، بعدين شركة هندسية إن شاء الله. فكل هاي نتيجة اتكالي على نفسي. أني أحب نفسي من أشتغل، كلش أحب نفسي بهالجانب. فمطيا حبي للشغل تقريبا 3/4 وقتي، أو لأن أنا كلش أستمتع بهالشي، من أشوف نفسي ناجحة ومحققة فد هدف أو فد نتيجة حلوة بها فد مستقبل إلي، كلش أفرح بهالشي. صحيح، وحسين ينطبق يعني علي من عن طريق النجاح، الإصرار. أنا أفتخر بنفسي كلش هواي يعني اللي وصلت له، وإن شاء الله أطمح للأكثر أكثر. يعني هيك تقليل الاكتئاب، التأمل، الاستمتاع، الإحاطة بناس يعني داعمين إلي، يعني شغلات التفاؤل أكثر. لو ما أحب نفسي يعني ما وصلت لهذا المكان، وأطمح للأكثر إن شاء الله. بهذا الوقت الحالي أعتقد صارت حقيقة، يعني هذا المثل ينطبق على أكثر يعني أكثرنا، لأن الإنسان بهاي وصلنا لمرحلة أنه فعلا لازم نعتمد على نفسنا يلا نقدر نعيش، يعني ماكو أحد يقدر يعينك بهذا الوقت. فيعني أنا شخصيا معتمدة على نفسي، ما أعتقد أكو أحد يقدر يفيد الإنسان غير نفسه. فيعني هذا المثل بصراحة هو كلش مهم، ولازم الكل يمشي بيه، وكل احنا لازم نعتمد على نفسنا بكل مواضيع حياتنا. يعني اكو هواي ناس معتمده على غيرها، الى ان يبتعد عنك هذا الشخص اللي كنت معتمد عليه، ذيك الساعه راح تحس بفراغ، وتشوف نفسك ما تقدر تسوي شيء، وتحس نفسك ضعيفه. لذلك انا اقول انه على كل انسان انه ياكل بضرسه حتى ينفع نفسه ويفيد نفسه ويكون هو مثال لنفسه. ياكل بضرسه ينفع نفسه. تعتقد أن هذا المثل صحيح ينطبق عليك لو لا؟ صحيح 100%، لأن النجاح هو أبسط دليل على هذا المثل. نجاح بالعمل، النجاح بالحياة، تنجح يعني تطور من روحك، وهذا المثل يعني ينطبق عليه. لا بس أنه تأخذ يومين بالأسبوع استراحة، تسافر، تروح تزور أحد، تجي يعني أي مكان سياحي. تدري إحنا بالعراق يعني ما عندنا أماكن سياحية، بس اللي على قدنا مول، طلعة سريعة خفيفة ويا الأصدقاء للقهوة، هذا عادة. طبعا أنت يعني خاصة بالعمل، أنا أشوف الشخص والإنسان من يحب عمله أوتوماتيكين راح يطور من شغله وراح ينجح بعمله. يعني أهم شيء بالعمل، أنا عندي يعني شركة وتفاصيل، دائما أنصح الموظفين اللي عندي والشباب، بس حب عملك الأمور كلها تمشي. بس أنه أنت من تجي وتريد تبدي يومك وتبدأ بعملك وحدك راح تكون سعيد. بالضبط، اهم شيء بين الموظفين، بين الاداره. مثل ما يقول احنا بالعاميه، من تشوف نفسك على، مو تشوف نفسك يعني تنغرى، لا، تشوف نفسك بابداعك، بشغلك، بجهودك، هي انت راح تبدا وحدك. بالضبط. اهلا وسهلا زيد احمد. والله حقيقه هو بالعاده ممكن يعني اكو تفسيرات، اذا واحد منها ممكن تعتبر انه انت اناني او ممكن متكبر، لكن هو بالحقيقه هي هاي الحقيقه المطلقه، انه انت يعني إذا تشتغل على نفسك أنت تحلم، أنت تحقق، ما تنتظر أنه أحد اليوم يجي يشتغل بمكانك أو أحد اليوم يجي يعيشك. يعني أنت تشتغل على روحك راح تحقق في الشيء. يعني أنت اليوم أنت تشتغل أنت اللي راح تربح بالنهاية، أما أنه تنتظر أحد يجي يربحك مجانا، يعني أنا آسف بس الجبنة المجانية لا توجد إلا في مصائد الفئران، فحتى مو فار يعني، ولا الحياة جبنة. يعني اني جدا مع هو شغل، اني رافضه انه ما بيه اجازه، اني نهائيا ضد انه احد يشتغل يعني اسبوع مثلا بدون اجازه، او حتى ما اكون لهالدرجه كانه عايش بالخارج. بس مال انه تشتغل شهر بدون ما عندك اجازه يوم او يومين، انا اعتقد انه انت بعد فتره كلش بسيطه من العمل راح تكره العمل، وراح تاخذ فتره كلش طويله تقعد بالبيت. انت لازم تاخذ ريست،
الريست كلش مهم بحياة الإنسان، يعني أنت حتى علميا كلش، أنت حتى علميا يقولك أنت لازم تحتاج ريست، مثل ما الإنسان ينام على مود يترست الخلايا مالته، على مود دماغك يهدأ من التفكير، ما يصرف طاقة أكثر، فأنت همين بسرعة ما محتاج كلش ريست على مود شوية تغير من نفسيتك، تطلع من طاقة سلبية، إذا ممكن شوية يصيبك اكتئاب، يعني وإحنا بالعراق الظروف هي تدعوك إلى أنه يصير عندك اكتئاب أو حالتك النفسية تصير سيئة. واكيد يعني انه انت تدلل نفسك وتحب نفسك هذا فشي ضروري، واللي ما يحب نفسه جديات لازم يراجع طبيب نفسي.